شاء الله في أولمبياد باريس 2024 يكون عدد الميداليات أكتر وأكتر وأكتر. طيب، من الخماسي الحديث، أميرة أنديل وملك إسماعيل بيحققان الميدالية الذهبية في التتويج بذهبية التتابع في بطولة العالم للكبار والمقامة في مدينة باس البريطانية خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري، وتمكنت اللاعبتان من الحصول على الميدالية الذهبية بعد التواجد في المركز الأول بنقاط 1315، ثم جاء ثنائي إيطاليا برصيد 1309 نقطة، ثم المكسيك في المركز الثالث برصيد 129 نقطة. وبتضم قائمة المنتخب في البطولة 10 لاعبين، 6 رجال و4 سيدات. ويبحث الخماسي الحديث المصري عن حجز ثاني البطاقات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 على مستوى الرجال بعد حصول مهند شعبان على التذكرة الأولى بفوزه بالميدالية الذهبية في نهائي كأس العالم اللي أقيمت في تركيا في يونيو الماضي. كمان حقق معانا أحمد حامد ومعتز وائل الميدالية الذهبية لتتابع الرجال في نفس البطولة، تتابع السيدات رجال وتتابع الرجال طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، فيما تبحث سيدات مصر طبعا عن أول البطاقات النسائية بطولة العالم ضمن 10 بطولات بتحسب نقاطها في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، ومنها 4 بطولات طبعا تحدي، يعني بيحصل الفائز بيها على 40 نقطة بتضاف لتصنيفه، فيما يحصل الفائز في بطولات كأس العالم الأربعة على 60 نقطة، إلى جانب طبعا نهائي كأس العالم وبطولة العالم ذات 80 نقطة. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم مباشرة إلى الأولمبياد القادمة، بنتمنى طبعا ليهم كل التوفيق. الخماسي الحديث من الألعاب المهمة جدا جدا واللي بنعتمد عليهم بشكل كبير في أنهم يقدروا يحققوا ميدالية أولمبية أو ميداليتين، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق.